شجر ما بيلي عن أهلي حكاية وعن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة. أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي على كنار تي في صوت العرب من كندا. ما زلنا في فلسطين وما زلنا نتحدث عن فلسطين. تحدثنا عن تاريخ بعض القرى والمدن، تحدثنا عن الحجارة والأزقة والشوارع والمباني، تحدثنا عن قدرة هذا الشعب على الصمود والمقاومة، تحدثنا عن الكثير من القصص الرائعة الجميلة التي أبكت العيون وأفرحت القلوب. اليوم سنبقى بهذا الصمود ولكن سنتحدث مع جيل جديد، شاب أراد وقرر وأصر أن يغني، وبغنائه وألحانه استطاع أن يقاوم، استطاع أن يقول للعالم نحن هنا، نحن فلسطينيون نرسم السعادة والبهجة والابتسامة على قلوب الجميع. اليوم سنستقبل الفنان العظيم الكبير الطفل الصديق يوسف سعد. يوسف صباح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الدكتور؟ يا حي الله، أهلا وسهلا فيك، أسعد هالطلة. الله يسعدك. أحلى شيء فيك شعراتك، أنا مكيف عليهم. عيونك الحلوة حبيبي. الله يخلي لي إياك. أنت اليوم تحكي معنا مباشر من وين؟ من غزة؟ صحيح، من غزة. وين بغزة؟ يا عيني عليك. يا عيني عليك. طيب احكي لي شوية يوسف عن حالك، قديش عمرك، أي صف، خلي الناس تعرفك. أنا الطفل يوسف عبد الحميد سعد من غزة مخيم جباليا. هواياتي أنه أنا شاعر ومغني وعازف عود وكاتب. طبعا بداية فني وأنا عمري 6 سنين، كنت أنا ألقي شعر وطلعت في كتير مهرجانات في قطاع غزة ومهرجانات كبرى طبعا. بعدها اتجهت للعزف، تعلمت في معهد ادوارد سعيد، كل الشكر لهم، كل الشكر لدكتور اسماعيل داوود، كل الشكر لاستاذ انس النجار ولعم ابو انس النجار، اساتذه عظام ما شاء الله عليهم، وطبعا كل الشكر لعمه ابو ادهم ابو سالم، طبعا هو كان يعني برضه كمان يعني ساعدني يعني انه في تكميل مشواري على العزف على آلة العود. ثم انتقلت الى الغناء، ومع تجمع المواهب قدرت انه انا اكتب كلمات والحنها واغنيها واعزفها على آلة العود. هذا قديش عمرك انت حكيت لي؟ عمر 12 سنة. يعني بصف ايش، سابع ثامن سادس؟ صف سابع طالع ثامن، يعني حاليا كمان يوم الأربعاء بصير ثامن. أوه كل عام وأنت بخير يوسف. يعني أنت تكتب شعر وبتلقي شعر وبتلحن وبتعزف وبتغني. صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم أكيد في بعد شوي حنسمع شوية، بس بدنا الناس يتعرفوا عليك أكثر. متى بدأت هذه الهواية؟ وأنا عمري 6 سنين. بدأت وأنا عمري 6 سنين، كنت بألقي شعر. طبعاً كل الشكر لإبراهيم، لعم إبراهيم مطار، برضه هو اللي نمالي موهبتي في الشعر، وكل الشكر لبابا ولماما يعني اللي نمولي موهبتي وساعدوني إن أنا أكمل مشواري في المسير الفني. وطبعاً بعدها تعلمت في معهد إدوارد سعيد، حاليا انا مستوى سابع في معهد ادوارد سعيد التابع لجامعه بير زيت. وكمان انا بعدها بدات اغني. طب عندك في حدا في العيله بابا ماما بغني بيعزف بكتب شعر، ولا بس هم شجعوك؟ لا هم شجعوني، وما حدش عندنا في العيله له على المجال،
ولكن بابا يعني ذوقه حلو يعني في يعني كتابة الكلمات، هو ساعدني إن أنا أنمي موهبتي في كتابة الكلمات وفي طب الإلقاء يوسف، كمان، هو كمان يوسف ساعدني. صراحة صراحة بابا بغني كويس ولا لا؟ لا لا طيب الله يحفظ لك إياه يا رب، ومشكور طبعا يا هو رب. ووالدتك إنهم شجعوك على شيء جميل. شو الألوان اللي بتغنيها؟ شو الشعر اللي بتغنيه؟ هل هو وطني؟ هل هو حب؟ هل هو قصائد؟ هل بتحب تغني شغلات شعبية؟ طبعا انا اللي هو غنائي هادف ويمثل القيم الاجتماعيه، يعني انا بغني للوطن، وانتجت اغنيه كمان للعيد، وانتجت اغنيه كمان للمراه. يعني وطبعا تيجي مثلا نهفه بعمل اغنيه مثلا حب. اما انا اللي هو لوني اللي هو الاجتماعيات، يعني انا بحب اوصل رساله اطفال فلسطين واطفال غزه عن طريق العزف وعن طريق الغناء، ودائما بحب اغني وطني. طيب شو رأيك تغني لنا شغلة بعدين نرجع على موضوع الأطفال في غزة، إيش رأيك؟ تمام ان شاء الله، بس طبعا انا بدي القي قصيده في الاول قبل ما اغني. يلا يلا إحنا سامعينك، كنا آذان صاغية. نغني كأجمل دمع يحط على كف هذا الهلال، كما الورد فينا يطل ويكبر مثل الخيال. نغني كحب قديم تراوده تعتعات السؤال، نغني كما لم تغني الكمنجات وتعزفنا الأغنيات الشغوفة. لنا اللوز والماء في كل لحن نريد، ونحن أولو الأمنيات النحيفة، ونحن هوى وسنا واشتعال، كأجمل دمع يحط على كف هذا الهلال. على كفنا ينبت الحب حبا، كما ولدته براءتنا رغم كيد الحروب، وفي قلبنا تنبض الأرض زهرا يوزع في كل عرق قلوب. نعم نحن أطفال هذا الصباح، وأحلامنا لغة الأخوان، فماذا يقول لنا الأخوان؟ سأمسح دمعا يرف على خد أمي شهيد وأمي أسير، سأكسر هذه القيود بوجه الزمن، غدا سأصلي بقدس الوطن. نريد الحياة، نحب الحياة، نحب الوطن، فلا تفزعوا لانكسار الشبابيك في الليل، ولتسألوا ما رأته الشظايا التي عبرت حلمنا. إن البلاد حياة، إذن لا تصدق عيون المرايا، فلا زال فينا البهاء أبا، والحياة هي أمنا. نحب الحياة، نحب الوطن، نحب الحياة، نحب الوطن، نحب الحياة، نحب الوطن. وشكرا. الله، برافو برافو برافو، نحب الحياة نحب الوطن. مين كتب هذا الشعر؟ طبعا هذا الشعر كتبه اللي هو شاب ما شاء الله عليه، أديب من غزة، اسمه الشاعر محمد الشاعر، من عائلة الشاعر. يا أهلا وسهلا فيك هو وفيك. طبعا صديقي وزميلي في العزف في المعهد، طبعا عجبتني كلماته فيعني حبيت ان انا ألقيها. نعم، نحب الحياة نحب الوطن، الله يخلي لك الحياة والوطن يا رب. طيب يوسف احكي لي عن أطفال غزة، أنتوا في غزة الآن كنا بنعرف حصار، قصف، يوم في مدرسة ويوم ما في مدرسة، هذا إذا ظلت المدرسة بعد القصف. احكي لي إيش بيصير عندكم في غزة، أنتوا الأطفال إيش بتحكوا مع بعض؟ طبعا احنا عندنا في غزة بيكون اللي هو تحطيم جسدي وتحطيم نفسي، يعني انه مثلا لما الطفل بده يجي يطلع على مدرسته بلاقي مدرسته مقصوفة، انا ليش اطلع على المدرسة؟ بلاقي مثلا بتلاقيك مثلا صح على الساعة 4 الفجر
قوم قوم يلا الدار اللي جنبيكم، بدنا نخصب الدار اللي جنبيكم، بتطلع جراي في الشارع. طبعا بيكون حالة رعب وهلع في اللي هو بين الأطفال، ولكن إحنا عشان إحنا متعودين وإحنا أطفال مخيمات إحنا في غزة، طبعا إحنا تعودنا على الأشياء هذه، ويعني صار عندنا إشي عادي، وإحنا بنقف في وجه الاحتلال وبنقول له مهما عملت ومهما سويت إحنا هنضلنا نحب وطننا وهنضلنا واقفين في وجهك، ومش هتقدر تعمل أي حاجة فينا مهما قتلت أطفال ومهما قتلت نساء وشيوخ وشبان، إحنا هنضلنا ندافع عن وطننا وإن شاء الله بتتحرر فلسطين. آمين آمين. تعرف أنا قبل أيام كتبت عندي على الفيسبوك: قد تجد هناك 1000 سبب للرحيل، ولكن بقاءك هو ما يثبت أنك تحب هذا المكان. الله يعطيك ألف عافية يا يوسف، ويعطي أهلك وكل أهل غزة وكل أهل فلسطين الصحة، وإن شاء الله تعود محرر. طيب يوسف، أنت وأصدقائك، أنت بتجلس مع أصدقائك أصحابك بالمدرسة، أصحابك في الشارع في الحي، هل بتغني لهم؟ هل بتعزف لهم؟ وليش بتسوي هيك؟ انا طبعا لما بقعد مع اصحابي بنغني وبنعزف مع بعض، انا اصدقائي فنانين كلهم. طبعا انا لما بغني انه انا بفرغ طاقتي اللي جوايا، الطاقه اللي بطلع طاقه، بدل ما اطلع طاقه سلبيه بطلع طاقه ايجابيه، اللي هو عن طريق عزف على آلة العود او عن طريق الغناء. واصحابك بينبسطوا عليها، اللي مش مغنيين يعني بينبسطوا على الغناء. صحيح بنبسطوا، وطبعا حتى كمان انا ممكن يكون هو مثلا يعني طبعا بيعطوني مثلا دعم معنا وبيقولوا لي انت صوتك حلو كمل مشوارك، وطبعا برضو انا كمان يعني بنضلنا نغني وبنعزف، وحتى كمان امرار انا بلقي لهم شعر كمان، بنبسطوا على الشعر وعلى الغناء وعلى العزف. حلو حلو، يعني أنت بتحاول ترفع معنويات أصدقائك كمان الأطفال يعني. صحيح صحيح. هل غنيت في مهرجانات إشي في غزة؟ كثير والله. ما شاء الله ما شاء الله. طب بدك تغني لنا شغل اليوم؟ إن شاء الله. طبعا يلا، هغني لك أغنية من كلماتي وألحاني. هذا اللي بدنا إياه، يا عيني عليك، تفضل. عالي وبتضلك عالي يا علم فلسطين الغالي، وعالي وبتضلك عالي يا علم فلسطين الغالي، شامخ يا علم بلادي نورا في السما يلالي، يا فخر الأمة العربية يا فخر الأمة العربية. الأعلام علمنا بأربع ألوان يا زينة كل الأعلام، أحمر يا دم الشجعان، أسود ليل وبعد النار، أخضر زيتون بلادي، أبيض يا حمام السلام. شامخ يا علم فلسطين عقبة الأقصى الحزين، شامخ يا علم فلسطين عقبة الأقصى الحزين، ومهما خانوك الأنداد لمجدك نحنا راجعين، نهتف بالصوت العالي عاشت عاشت فلسطين، عاشت عاشت فلسطين، عاشت عاشت فلسطين.
الله الله، عاشت فلسطين وعشت وعاشت الأنامل الذهبية. طبعا أنت كنت تعزف على العود، إحنا مش شايفينه للأسف، احكي لي شو الآلات اللي بتعزف عليها؟ طبعا انا بعزف على آلة الأورج، وبعزف على العود، ويعني بعزف شوية طبلة، وبعزف وبتعلم كمانجة كمان، وبعزف جيتار. أكثر آلة بتحبها إيش هي؟ العود، ليش؟ إيش صلتك صارت بالعود؟ لأنه أنا أول ما بديت تعليمي اتعلمت على آلة العود، هي يعني هاي العود، هي آلة شرقية. طبعا تتكون من 5 أوتار، بس أنا مركب لها وتر السادس. يعني طبعا آلة جميلة وصوتها رائع، يعني أنا بحب أسمع اللي هو صوت العود أكثر من أي آلة تانية، لأنه خلص صار يعني في إله موضع في قلبي. يعني لو أنا لو مر علي يوم ما عزفتش فيه أكثر من ساعة عزف عود، ممكن يعني هيك يصير في فراغ يعني في قلبي، بحس إنه أنا ما أنجزتش في حياتي. طب هل في، انت سويت فيديو كليبات، انا شفت في كم فيديو كليب، ايش ليش سويت الفيديو كليبات، وايش الفيديو كليبات اللي سويتها، احكي للناس عنها. طبعا انا اول بدايه اعمالي، اول ما سجلت في استديو من اعمالي وكلماتي وغنائي الخاصه، يعني غنيت للعيد. هذه الاغنيه للعيد كانت اغنيه رائعه، كان مشارك معي في الاغنيه الفنان الرائع انس سلامه، وكمان كان معي اخو انس برضه فنان رائع ما شاء الله عليه، اللي هو اسمه اكرم. كان في معانا برضه فنان اسمه سفيان ابو شوارب. طبعا احنا كنا يعني جروب، طبعا عملنا اغنيه اللي هو اغنيه العيد، طبعا طلعت اشي خرافي، وما شاء الله يعني كثير ناس صارت تشغلها في العيد. طبعا بعدها عملت اغنيه للنجاح بتوجيه برضه نفس الدين، ولكن كانت معانا فنانه يعني صاعده اسمها رزان الصيام. طبعا غنينا الأغنية وما شاء الله لقت يعني إعجاب كبير، ويعني الناس كلها صارت تفتحها، يعني فيش حدا ما كانش يعني يسمعها، اللي بعرفني واللي بعرفنيش، لأنه هي يعني ما شاء الله احتلت مواقع التواصل الاجتماعي. برافو برافو برافو. هل ناوي تسوي أكثر فيديو كليبات؟ صحيح، أنا في عندي عمل إن شاء الله على القريب العاجل إن شاء الله هينزل عن المرأة، طبعا كلماته والحاني برضه، وفي ان شاء الله كمان كتير اعمال راح اسجل، لانه انا في مخزوني كتير من الاغاني وكتير من الاشعار. طبعا عشان احنا في غزة يعني، وعشان حصار وكذا، فيعني احنا لازم نوصل رسالتنا عن طريق العزف والغناء وعن طريق الاعمال، نخلي الناس تسمعنا، تسمع صوتنا. سمعنا إشي من موضوع المرأة، من أغنية المرأة. تمام، راح أسمعك مقطع اللي هو اللي في يلا. الأول. زمن العبيد خلاص انتهى، أسر السبايا راح اختفى. زمن العبيد خلاص انتهى، أسر السبايا راح اختفى، والمرأة حرة وشنة على ملت الكون حب ووفا، واللي ظلمها رب وعصى، واللي ظلمها رب وعصى. الله 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 عليك، ما شاء الله عليك، الله يحفظ لك كل حبايبك، وإن شاء الله تضل دائما صوتك خلاب. بدي أسمع منك التحديات، يعني الفن له تحديات كثيرة، في دول الغرب ودول الشرق في تحديات، ولكن أنتوا في غزة يعني الوضع صار فوق تحديات الفن وفوق الصعوبات، عندك تحديات الاحتلال والحصار، احكي لنا شوي عن إيش أنت بتشعر بالصعوبات، إيش بدك تسوي، بدك حدا يطلعك برا برضو الناس تعرفك. طبعا عندنا في غزة عشان في حصار، ويعني احنا مش منفتحين على العالم الخارجي، على الدول الخارجية، فالإمكانيات عندنا صعبة جدا. فأنا اللي مثلي يعني أنا بلحن وبكتب وشعر، بلقي شعر وبغني وبعزف على كثير من الآلات. وطبعا أنا حاليا قاعد بأخذ في دورة هندسة صوتية،
وانا حاليا يعني مش انا لحالي، يعني كثير من الاطفال اللي بياخذوا معي الدوره يعني لا يوجد عندهم امكانيات، وانا يعني كمان انا يعني عودي يعني عشان طبعا عشان صار له يعني زمان كثير معي، فانا عودي مكسور، فطبعا الامكانيات عندنا كثير صعبه عندنا في غزه، فيعني لو موجوده عندنا امكانيات احنا يعني انا واحد من الناس لو عندي مثلا استديو ممكن انا ابدع فيه واسجل اغاني الخاصه بدون ما احتاج حدا، ولو عندي انا اورجن نظيف ممكن انا اعمل اشياء اوصل فيه رساله اطفال فلسطين بجوده اعلى وبشكل افضل. تحجرت الكلمات في فمي يا يوسف، يعني الله يعينك ويعين أهل غزة ويقويكم. الله المستعان. طبعا انا بحكي لك قاعد عن حال وحال كل اطفال قطاع غزه، يعني مش بس انا لحالي، حتى كمان انا ببوس ايد وجه وقفا، طبعا في يعني ناس مش لاقيه تاكل عندنا في غزه لانه عندنا امكانيات صعبه جدا والمعبر مسكر وفش الوضع عندنا مش نافع بالمره، كمان وعندنا في حصار وحرب، كمان ممكن المدارس كمان بندخل المدارس بعد ب10 ايام بنقعد، يعني انا قعدت سنتين اجازه، سنه من كورونا وسنه ومن الحرب كمان، يعني انا اجى علي عيد الفطر المفروض انا اطلع انبسط فيه واطلع على المراجيح واطلع وانزل واطلع على مناطق تانية اطلع افرح، صار في عندنا قصف صحيح فجاه لقينا دار جيراننا بصحونا بيقولنا اطلعوا بدهم يكسروا الدار اللي جنبينا، طب انا ايش ذنبي انا كطفل فلسطيني يصير في ايش زي هيك، انا ايش ذنبي لما ابقى نايم في سلام ويجي يقصف الدار اللي جنبينا يعني، والحمد لله يعني انا بحكي لك قاعد في واقع اطفال فلسطين يعني واطفال غزه يعني بالاخص، وهذا انا واحد من اطفال غزه لا بعدش حالي احسن منهم ولا، وانا بالعكس انا اقل منهم كمان لانه انا بمثل اطفال فلسطين وبمثل اطفال غزه كمان اللي هم يعني نفسهم وصلوا رسالتهم اللي هم بدهم اياها ولكن هم مش قادرين انا بوصلها عنهم. يعني هاي رسالة للعالم اللي سكت أمام القصف الغاشم على غزة وقتل الأطفال الأبرياء، أكثر من 70 طفل قتل في القصف الأخير على قطاع غزة، طفل ما له ذنب، طفل يعشق الحياة ويحب الحياة، يريد أن يرى مستقبل، يريد أن يصبح طبيب أو مهندس، ولكن حطمت عظامه وكسرت وقتل وذبح بدون ذنب. رسالة من يوسف إلى العالم لتصل ويسمعها العالم. أطفال يعني صعوبات يروها دون أي ذنب، لأنه طفل فقط يعيش في هذا المكان، ولد في هذا المكان، ليس ذنبه ولا. تفضل يوسف. طبعاً أنا راح أحكي شعر بجسد اللي هو حالة أطفال فلسطين، تفضل. يعني وإن شاء الله تنال إعجاب. غريب فيك يا وطني أذوق المر والحرمان، وقد ملأتني أحزاني وقد هانتني أزماني، فلا تنسى أنا إنسان، تساقط دمع عيني وقلبي بين كفي، أباع بأرخص الأثمان أهالينا بلا مأوى، وفي الطرقات يحتار ينام في صقيع البرد، حفاة في المطر ساروا وغطى الحزن كل مكان، ألسنا منك يا وطني؟ ألسنا نحن أبناؤك وضحينا إليك الدم لأجل آمال أحفادك، وكنا للعدا بركان وخلطنا الدم بترابك، وكنا نحن أحبابك وقدمنا لك القربان، ألسنا نحن أسلحتك أمام براثن الأعداء؟ ألسنا نحن أعلامك
كنا الرمل في شطك، وكنا الماء في بحرك، وكنا الزرع في نبتك، وكنا لبحرك الشريان. فهل أبكي على حالي؟ ومن لبكائي سيبالي؟ مددت يدي في الإحسان، فهل أبكي على الماضي؟ وقد غطتني أنقاضي، ولم تجعلني في الحسبان. فيا بلادي قومي واحضنينا، فأبناؤك عزمهم لن يلينا. فرغم الداء والأعداء، ستبقى أمي فلسطينا، ستبقى أمي فلسطينا، ستبقى أمي فلسطينا. الله الله عليك، الله عليك. أنت يعني تحرك، أنا متأكد الجمهور قاعد الآن بتحرك الأجشان فيه، يعني كل جسمي أنا ارتعش. الله يقويك، وما شاء الله طريقة إلقاء وطريقة عطاء، يعني بتشعر إنه بتطلع القصيدة من الداخل. يوسف، أنت غنيت عمو لفلسطين كتير، بس أنا قبل فترة سمعت لك أغنية لليمن. صحيح. تحب تسمعنا إشي منها؟ يعني كل أهل فلسطين بيعتبروا، يعني إحنا الوطن العربي كله بيعتبر فلسطين هو القضية الجوهرية، لكن أنت من قلب فلسطين، من قلب غزة النابض، غنيت لليمن، لليمن الجريح، اليمن السعيد اللي إن شاء الله نرجع ونشوفه سعيد. طبعاً أنا بقولهم إنه إحنا واليمن قلب واحد وشعب واحد. طبعاً إحنا برضو يعني إحنا واقفين معكم في محنتكم، وطبعاً إحنا من فلسطين، من أرض الشهداء وأرض الشرحى وأرض الأسرى، طبعاً إحنا واقفين معكم. وطبعاً برضو كل التحية لليمن. طبعاً أنا أغلب اللي بيكلموني من اليمن، وما شاء الله يعني ناس بتفتح النفس، يعني إنه ناس طيبة جداً وبتحترم القضية الفلسطينية وبتأيد القضية الفلسطينية. سمعنا إشي لليمن مدام. بدي أحكي قصيدة بث فيها الوطن العربي، بدي أجيب فيها أكثر من دولة، ولكن هي قصيدة رائعة وبتحرك المشاعر، كتاباتي طبعاً. مالي أرى الدنيا حزينة، قد تغير حالها، تركض الناس شوقاً ولهفة لمالها، والأهل والأحباب قد هجروا ديارها، وعزاء قلب الصغير أن الروح تصعد لربها. فيا ربي أنت الغفور، مهما عظم على الناس ذنبها، يا خالق العظيم اشتد كرب أمة قست على نفسها وأطلقت للفتن العنان. فلسطين محتلة وقد تبجح عدوها، دنس الأقصى وأحرق طفلها، وشعبي تقطعت أوصاله متفرقا. طال الجفاء والمصالحة باتت حلمنا، فاجمعوا بالحب شملنا، وارفعوا علم فلسطين عاليا. واليمن السعيد ما عاد يتحمل ظلم القريب والغريب والمتأسلما، قتلوا رجاله ورملوا نساءه، حتى الأطفال جوعوا. أستودعك يا إلهي شعبا وأرض نبيك أحبها، لتحيا من بين الركام وتعيد مجدها. وسوريا، وسوريا من بلاد الشام، باركت أرضها فأعد إليها يا ربي أمنها واستقرارها. والعراق كرمتها بالرافدين وسهولها، وزرعت فيها النخوة والكرامة وطيبة أهلها.
فأما الجزائر أما الجزائر فأعلنتها مدوية مع فلسطين مظلومة أو ظالمة. وليبيا العطاء تقاسم الغرب خيراتها، وتركوا شعبا أبيا يتوه في صحرائها. والسودان دولتان شمالها وجنوبها، فوحد أرضها يا ربي، فبشعبها الطيب يزداد جمالها. وليبيا العطاء تقاسم الغرب خيراتها، وتركوا شعبا أبيا يتوه في صحرائها. وأنا طفل صغير أبرأ إليك يا ربي من العرب نزاعاتهم، فتوحدوا يا أمة محمدا ولموا شملنا. وأعيد البسمة ولو مرغمين إلى شفاهنا. وأذكركم بقوله تعالى جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وشكرا. الله الله، اللهم اني ابرأ لك من نزاعات قومنا. يعني انت اختصرت ما حصل وما يحصل في بلادنا. يوسف، انا المفروض اغير عنوان الحلقه، الفنان مش الطفل، لازم اسميك الفنان العظيم، الفنان العملاق، الفنان الرائع، الفنان الملهم. صراحه يعني انت يمكن طفل بعمرك وبسنك، ولكن بما تفوهت به اليوم أنت تفوهت أو تفوقت على كثير من عظمائنا وكبارنا وكتابنا وشعرائنا. يعني ترفع لك القبعة يا يوسف. الله يسعدك. طبعا أنا هذا شرف إلي إن أنا أقطع معاك في اللقاء، وطبعا أنا انبسطت كثير إنه أنا وصلت رسالتي ورسالتنا إحنا كأطفال فلسطين للعالم وللمشاهدين اللي بيسمعوا. أنا بدي أسمع منك رسالة من طفل فلسطيني لكل من يسمعك حول العالم، وخاصة في المهجر، يعني إحنا معظم اللي بيحضرونا في المهجر، بدي رسالة منك. إنه إحنا أطفال فلسطين أقوياء، وسنظل على أرضنا ما بقي غصن الزيتون. طبعا احنا ما ايش بده يسوي فينا العدو، لو بده يقتل اطفالنا ويرمي نسائنا ويقتل اسرانا، وايش بده يعمل؟ احنا بنضلنا اطفال فلسطين بندافع عن فلسطين. وطبعا ان شاء الله ان شاء الله بتتحرر فلسطين وبنعيش في امان وسلام، وبيطلع العدو الغاصب من البلاد، وطبعا ان شاء الله بتعم البسمه على اطفال فلسطين، وبترجع الحياه الطبيعيه زي ما كانت ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله، الله يسمع منك. بدنا ننهي باغنيه منك لفلسطين. طبعا انا بدي اغني اغنيه برضو كلماتي اسمها نبني وطن. نبني وطن، نزرع أمل، نرفع علمنا القدس، شارط نصر يا شعبي منصورين. نبني وطن، نزرع أمل، نرفع علمنا القدس، شارط نصر يا شعبي منصورين. فلسطين يا عروس العرب يا زينة الأوطان، يا حرة رغم الأسر والسجن والسجان. فلسطين يا عروس العرب يا زينة الأوطان، يا حرة رغم الأسر والسجن
السجني والسجان، اطلبي واتمني رجال تيب وهالفرسان، نبني وطن نزرع أمل نرفعنا من القدس شارة نصر يا شعبي منصورين. قدسنا رد العدا يا درة الأديان، جينا تلف النداء ونكسر الطغيان، قدسنا رد العدا يا درة الأديان، جينا تلف النداء ونكسر الطغيان، في السماء نرفع علم ونحرر الأوطان، ونحرر الأوطان، نبني وطن نزرع أمل نرفع علمنا القدس شارة نصر يا شعبي منصورين. آمين آمين يا شعبي منصورين. أنا في نهاية هذا اللقاء باسمي وباسم جميع المشاهدين حابب أشكر الفنان العظيم يوسف سعد اللي كان معنا مباشر من قطاع غزة. شكرا لك يا يوسف، وشكرا لوالديك اللي دعموك وساعدوك أيضا تقنيا اليوم. أنا بعتذر من جميع المشاهدين، دموعي طبعا ذرفت خلال الحلقة، ولكن من لا يتحرك قلبه ومشاعره بعد سماع ما قاله يوسف ومعاناة أطفال غزة لا يعتبر نفسه إنسانا. لكم منا كل الاحترام والتقدير، دعاءنا لكم وتقديرنا لكم ودعمنا لكم، وإن شاء الله رب العالمين نقدر نزوركم ونقدر نغير حياة أطفال يعيشون تحت الحصار، أطفال نساهم أو توقف عندهم حقوق الإنسان التي يتغرد فيها الغرب. حقوق الإنسان للأسف تقف عند الطفل الفلسطيني، ذلك الطفل الذي لديه الموهبة والقدرة على العطاء. يوسف اليوم ألحانه زرعت فينا الأمل، وإن شاء الله منصورين يا أهل فلسطين. تصبحون على ألف خير.